بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من قبل من نار السموم
مكنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها قال هذا صراط علي مستقيم
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Oh!
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفقهون ضحون. واتقوا الله ولا تخزون. عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فوربك لنسألنهم
أتيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.